الآلاف من مؤيدي حركة النهضة الإسلامية يتظاهرون وسط العاصمة التونسية للدفاع عما أسموه شرعية المجلس التأسيسي بعد دعوة رئيس الوزراء حماد الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد في أعقاب اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد. نساندوا معناها المسيرة هذه ونساندوها ونساندوا كل المسيرات السلمية اللي هي باش تنقذ البلاد وتخرج البلاد من المأزق هذا والاحتقان السياسي الكبير هذا. مع الشرعية، احنا مع الثورة التونسية ونجاحها وتحقيق أهدافها، وضد الارتداد بها للوراء، وضد المخابرات الأجنبية، وضد التدخل الفرنسي والتدخل الأجنبي عموما وكل المؤامرات. لا للتدخل الفرنسي شعار رفعه المحتجون تنديدا بتصريحات وزير الداخلية الفرنسي التي اعتبر فيها اغتيال بلعيد مؤشرا على بروز الفاشية الإسلامية. الصراع السياسي في تونس يتحول إلى سباق تعبوي واستعراض للقوة في الشارع بين حزب النهضة الحاكم وأحزاب المعارضة وسط أجواء مشحونة تنذر بتصعيد مفتوح على كل الاحتمالات. جمال عز الدين لقناة يورو نيوز تونس.